السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. معنا الآن الأستاذ عبد الله الرامي القحطاني. حبينا والله تعطينا عن الأحداث اللي صارت اليوم في مطار أبها وتطمن الشعب السعودي. الحمد لله رب العالمين، وصلنا إلى مطار أبها الدولي، الأمور على أحسن ما يرام، الوضع الأمني على أتم ما يكون، الحركة السياحية، الحركة الجوية، وصول الطائرات وإقلاع الطائرات، وجميع الأطقم في المطار تعمل على أحسن ما يكون، وكأن شيئا لم يكن. مثل هذا الحادث أو الحويدث الإرهابي لن يغير من مواقفنا ولن يخيفنا ولن يؤثر على المملكة العربية السعودية. أمن وأمان، أدعو الجميع إلى المجيء إلى منطقة عسير وإلى أبها تحديدا، عبر مطار أبها تحديدا، هذا المطار الشامخ الذي لن يستطيع العدو لا الحوثي ولا الإيراني الملالي من التأثير عليه. نحن في أمن وأمان، وكل شيء كما أرى حاليا أمامي، الموظفين والزوار والسائحين على آدم كما نعرفهم دائما، لم يتغير أي شيء. الله يديم علينا الأمن والأمان إن شاء الله، وشاكرين لك. حنا في هذه الرسالة فرصة سعيدة أن نتقابل معك. شكراً. والله يعطيك العافية، كل عام وانت طيب. شكراً لكم. هذا القحطاني صحيفة المواطن اللي كحلت فيك.